أولا العلاقات ما بين مصر والسودان هي علاقات في آخر قمة كانت في 2016 تم رفع مستوى التمثيل وتم رفع مستوى العلاقات إلى درجة استراتيجي، يعني العلاقات هي علاقات استراتيجية، واللجان الثنائية المشتركة تم رفعها برضو بحيث أن يرأسها رئيس الدولتين، وبالتالي العلاقات هي علاقات متميزة. آخر قمة مصرية سودانية؟ آخر قمة مصرية فترة البشير من 2000 و... كانت في 2018 2016 تم رفعها في 2016 القمة المصرية السودانية تم رفع مستوى التمثيل للجنة الثنائية المشتركة، اتعملت كانت أول لجنة وتم رفع مستوى التمثيل على مستوى رئيس الدولة، هم اللي بيرأسوا اللجنتين. السودان زي ما قلت لحضرتك بيتم التعامل فيها بخصوصيه عاليه جدا، والزياره دي بتؤكد الكلام اللي احنا بنقوله ان العلاقه علاقه استراتيجيه، واتخيل ان الزياره بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرساله للشعب السوداني مفادها ان مصر بجانب الشعب السوداني في كل خطواته، واتخيل انه هيعرض حجم المساعدات اللي ممكن ان تقدمها مصر خلال هذه الفتره القادمه، حقيبته اعتقد مليئه بالاشياء الجيده اللي هتعزز شكل وحجم العلاقات الثنائيه.